ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو جديد في سلسله ازاي تكون رياضي. طبعا مع دخولك شويه في المود بتاع التمرين واستمرارك سواء في الجري او في السباحه او في اي نوع رياضه انت بتشتغل فيها، طبيعي هتحتاج شوية حاجات زي الأكل، حاجات زي المياه كتير، حاجات زي الحاجات بتاعت التغذية. أنا مش خبير في التغذية، فمش هقول لك بالظبط تاكل إيه والكربوهيدرات والبروتين والحاجات دي كلها، لا أنا هقول حاجة تانية خالص. أنا هقول إن أنت لازم تتعامل كأنك رياضي، يعني تمشي على طول في لانش بوكس في شنطتك، على طول في إزازة مياه معاك على طول دايما. خليك زي الرياضيين في كل حاجة، ما بتشربش صودا، ما بتشربش كوكولا، ما بتشربش بيبسي، تاكلش جونك فود ولا حاجات من بره، ما بتاكلش أكل من بره، ما بتاكلش أكل اللي هو المهدرج والحاجات دي اللي هو مثلا ماكدونالدز وكنتاكي والحاجات دي، ابعد عنها خالص. اتعامل أكنك رياضي بالظبط. أي حد يعرض عليك حاجة قول له معلش اصلا انا مش عارف عندي تمرين، او خلي بينك وبين نفسك القرار ده متاخد. يعني حاجة كمان مهمة انك ما ينفعش تقعد في مكان فيه سجاير، لان ده هيضرك بشكل كبير، وحاول انت تحافظ على نفسك عشان الكارير اللي انت داخل فيه، حاول تحافظ على نفسك عشان الرياضة اللي انت ناوي تكمل فيها. لازم تتعامل مع نفسك انك هتكون رياضي مدى حياتك، فلازم تتعامل على كده برضو مدى حياتك. يعني لو حد بيعرض عليك بيبسي مثلا، فالبيبسي ده مضر، فمش هيساعدني في المسار اللي انا رايحه. فدي النقط اللي انا كنت عايز اناقشها. يعني اتعامل كأنك رياضي، هات ازازة مياه بوتل وهات لانش بوكس، وخلي معاك على طول اكل وكل كتير، وخلي فرق بين الوجبات، خلي معاك تفاح فاكهة على طول، الحاجات اللي الرياضيين بيعملوها حاول تبقى معاهم. حاول يعني برضو نفس الكلام، اللبس بتاعك يكون مختلف، بتاع الرياضة مختلف، حاول تغير من ستايل حياتك. الحاجات دي نفسيا وكل حاجة بتفرق يعني. فبس كده، ده اللي كنت عايز اقوله لكم، ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. شكرا لكم، سلام عليكم.